اوكي، النهاردة هنعمل ازاي وشنا يبقى نضر وحلو الصبح. يا دوبك تقومي تغسلي وشك وتروحي على شغلك او تشوفي يومك، يبقى قاعدة في بيتك حتى وشك منور، مش محتاجة انك تحطي مكياج، مش محتاجة تعملي اي حاجة فيه. بس كل اللي هيشوفك هيقولك انت وشك منور وشكله حلو. حاجة روتينية المفروض تعمليها يوم كل يوم، والتنت اللي هعلمه لك ده تعمليه يوم بعد يوم، حسب بيقعد قد ايه على بشرتك، في بشرتك يعني. كلنا طبعا شفنا الفيديو التمثيلية بتاعت ياسمين صبري، والكل شاف ازاي هي وخدودها كانت محمرة قوي، هي عاملة حاجة اسمها تقشير وبيتراح يدفع فيها فلوس كتيرة جدا عشان تتعمل، بس احنا فينا ان احنا نعملها في البيت. هوريكم في فيديو تاني ازاي نعمل موضوع التقشير ده بالديرمارول في مرة تانية، بس دلوقتي اللي انا هعمله لكم هو روتين كل يوم بالليل لازم تعمليه، تغسلي وشك عشان تقومي الصبح وشك نظيف وكويس ونضر ومفهوش اي شوائب ولا اي حاجة، بالعكس انت هتقومي من النوم الصبح هتلاقي وشك ده مختلف نهائي. طبعا انا لبست لكم القطتين دولت عشان خاطر بس شعري ما يجيش عليه حاجه، وفي نفس الوقت قلت بقى نعمل تغيير شويه عشان نشوف هنعمل ايه. دي بتتباع، ممكن تلاقيها في 99 سنت ستور، وممكن تلاقيها في 5 بيلو بتتباع ب$3 او ب$5 حاجه زي كده. دي حلوه يعني لما بتيجي تعملي ميك اب قبل ما تبتدي تعملي ميك اب، عشان لما ما فيش حاجه تسيح على شعرك ولا تعرقي ولا اي حاجه، بتنفع في الحاجات دهيت، او ما تيجي تعملي فيشل في وشك تعملي الحاجات دهيت. ده مش هيبقى فيشل، ده بس روتين لليوم كل يوم بالليل تعملي ايه. لازم تنامي ببشرتك نظيفة ما فيهاش اي ميك اب، لازم تمسحي الميك اب بتاعك كل يوم بالليل. دي اهم حاجة في الموضوع ده. هنستخدم النهاردة معايا تونر، ده انا جايباه، التونر ده انا جايباه من كاسكو، موجود كان عندهم. ممكن في اخر الفيديو هصور لكم كل حاجة لوحديها واقول له موجودة جايباها منين. او لو ما عندكيش ده بديل ليه، ماء زهر، وطبعا ده كله موجود في بيوتنا ورخيصة، الازازة ب$1.50، مش محتاجة تانية حاجة اكتر من كده. بجيب انا ازازه من 99 سنت ستور زي كده، وبستخدم بعمل بيه بامب بالقطنه واستخدمه على وشي. ده مرطب مرطب للوش بالليل، تستخدميه بالليل نايت موسترايزر. ده حلو قوي، قليل موجود في اي مكان، لو ما عندكيش كاسكو هتلاقيه في وول مارت، هتلاقيه في سي في اس، هتلاقيه في كل حتة موجود المسترايزر ده. ده نايت تايم، بس ارخص مكان تجيبيه منه هو كاسكو، لان بيباع الاثنين مع بعض. لما بتجيبيها من مكان تاني بيتجاب طبعا. بالنسبة للناس اللي في مصر ممكن الحاجات دي موجودة دلوقتي في مصر، لو مش موجودة اي مرطب عندك، مش شرط ماركة معينة، اللي بيمشي على وشك هو ده اللي بتستخدميه. تاني حاجة بس هستخدمها النهاردة برضو معايا الأولي ده بتاع الصبح، لان ده فيه نسبة SPF 15، ده عشان خاطر الشمس، ده بيبقى واقي من الشمس، انك انت لما تخرجي برا في الشمس الصبح ما يحرق لكيش وشك، ما يعمل لكيش علامات سودة في وشك. تاني حاجة هستخدمها انا جايبة روز اويل، الازازة دي اهي، بصوا دي كنت جايباها من تي جي ماكس، كانت ب$5.99. ده بس بستخدمه في اللي هعمله الروتين بتاع اليوم. وده راخر روز كولاجين سيروم، السيروم ده المفروض بيتحط بعد ما بتحطي بتنضفي وشك كل يوم.
وهستخدم معايا الوايبس ديت، ده بيتباع في كاسكو اللي هو او سامز اللي هو ميك اب ريموفر وايبس. ده بيبقى ده مهم جدا ان هو يكون معاكي في كل حته، يعني مسافره اي مكان سهل جدا انك انت تشيلي بيه الميك اب. وده كمان جيل صبار. جيل الصبار ده حلو للتجعيد وللوش، مفيد جدا ان هو بيمنع التجاعيد بتاعت القورة وبتاعت تحت العيون، وحلو للشعر، حلو لإيه كمان، للحروق. لو انت عندك حرق في جسمك، اتلسعتي حاجة، قرصتك، خرجتي بره في الشمس، يوم تقضي بره على البحر او حاجة، يعني ده مفيد جدا ومهم ان هو يكون معاكي في كل حتة. هاجي لتاني حاجة كمان معايا، الغسول. الغسول ده انا بجيب لكم الحاجة المتوفرة في المحلات، مش الحاجات اللي هي الغالية ولا ده سعره هيكون حوالي مش فاكرة بالظبط، بس بيجوا ازازتين مع بعض وازازة تانية صغيرة من كاسكو. الغسول دي ده بقالها دلوقتي معايا لغاية دلوقتي 6 شهور ولسه ما خلصتش، يعني مليانة. وهستخدم طبعا القطن دوت، ده برضو موجود في 99 سنت وموجود في كاسكو. وهنحتاج معانا فود كولر وعلبة فاضية بتاعت كريم عندك مش عايزاها هنحتاجها، وإزازة فازلين صغيرة، وإيه تاني، وفرشة للشفايف وفرشة للخدود. اللي هنعمله الأول دلوقتي اللي احنا لازم ننضف وشنا الأول خالص، لازم الوش يتنضف خالص. طبعا اللي في عينيا دوت ده ايلاينر تاتو اللي هو بيرمننت ميك اب، انا عاملاه من 4 سنين ومريح جدا فوق الوصف، ان هو ما بيخلينيش لا الايلاينر يسود في عينيا ولا يسيح ولا اي حاجه من دي، طبعا اهم من الحواجب. بس احنا بننضف كويس الوش، وباخد من الكلينزر دوت، المفروض ان انا بنضف بوشي بالذات الحتتين دول، لان دول اكتر اتنين بيجي فيهم وامسحه كويس تاني. طبعا المفروض كل مرتين في الاسبوع يحصل نعمل سكراب لوشنا. سكراب ممكن تجيبيه جاهز من اي ماركت، وممكن انك انتي تعمليه في البيت بالسكر البني والقهوه والعسل وزيت جوز الهند، بتميكس الثلاثه مع الاربعه مع بعض وبتعملي بيه سكراب لوشك، ما اقولكيش على النضاره والوش بيبقى عامل ازاي. طبعا انا كده عاملاه يعني كروكي كده. بحب استخدم التونر بعد كده، والصبح بالذات بدل ما استخدم التونر ده بحب استخدم مية الورد الصبحية، اغسل بيها وشي. اولا بيبقى ريحتها حلوة، ثانيا بتنضف وتونر حلو قوي للوش. يعني انا هحط منه برضو دلوقتي اهو، ما اقولكوش بقى على الريحه بتاعته جميله ازاي ومفيد ازاي للبشره وبيمنع
الحبوب وبي حلو للوش جدا. اوكي بعد كده هنيجي للخطوة اللي جاية اللي هي التنت. ازاي هنعمله؟ سوري معلش، قبل دوت هحط السيرم للوش. واتمساجد وشك كله. انا ما رضيتش اعمله بالليل عشان اوريكم ازاي يتعمل، يعني نضفته بس كده وحطيت لوشن وخلاص، بس قلت ما رضيتش اعمل التنت، قلت اوريكم ازاي بيتعمل الصبح. اوكي اوكي التنت هوريكم ازاي بيتعمل. انت عندك، انا عندي دي فيها، بس انا هوريكم ازاي. باخد حبه من الكريم بحط كده اهوت، وهاجي بالفود كولر هحط نقطتين ثلاثة. وقلب. بصوا لونه لسه فاتح، فهحاول ان انا اغمقه شوية. هو عبارة عن فود، اللي هو الفود كولر. انت ده بتجيبيها علبة فيها 4 أو 5 من دولار تري او من اي ماركت، هتلاقيها اغلى واحدة هتلاقيها ب$4 أو 5، بس انا بجيبه من اهي العلبة فيها بتبقى 4، تاخدي اللون اللي هو الاحمر او البينك، وهو ده اللي بتحطيه وبتعملي اللون زي ما تحبي، اللون اللي هو يبقى بصوا اهو، بصوا بقى اللون عامل ازاي. هنيجي بفرشة زي كده، هنقوم عاملين كده كده خلاص. تستني شوية على وشك، وبعد كده بتقومي جايبة القطن دوت وتقومي عاملة كده تمسحيه. بصي طبعا ما بتعمليه بالليل الموضوع ده، هو على ما بتنامي وتصحي وبتاع، طبعا ما بيبقاش بالمنظر ده، بيبقى اهدى بكتير خالص، بتحسي ان هو حاجه طبيعيه جدا 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 في وشك. طبعا هو ويا ريت بس قبل ما وانتي نايمه تحطي حاجه على الملاية، على المخده، عشان بس ما اللون ما يطلعش على الخده دي. هاجي بقى بالروز اويل ده، هقوم عاملة كده وبقطنة برضو، ده بيدي ترطيب وفي نفس الوقت بيزبط لك الدنيا.
وبتيجي تاخدي من الجل الصبار. طبعا انتوا بتقولوا حاجات كتير يعني، بس صدقوني الحاجات دي بتنفع بعد سن معين. لازم تبتدي تاخدي بالك من بشرتك، لان التجاعيد بتبتدي تظهر في الوش والحاجات ده. بتبتدي تعملي مساج بقى بالجل الصبار في وشك عشان ما يحصلش، بيشد الوش حلو جدا جدا وبينعم وبيرطب وفظيع في كل حاجة حتى لشعرك. يعني في وصفات هنحط فيها جل الصبار ده هوت، ولسه جايبة زيت اسمه زيت النخاع، بيقولوا بيتقل الشعر وهنعمل بيه كام حاجة يعني، بس مش عايزة اتوهكم. بس حطيت الجل ده كده، وباجي بحط بس عشان احنا لسه نهار، هحط من ده عشان لو خرجت بره ولا حاجة يبقى ايه. بس هتحطي كده، هو طليت كتير، بتليطي حاجات كتير في وشك، بس صدقيني كل الحاجات دي بتجيب نتيجة، وهتلاقي مع الوقت في تغيير بيحصل لبشرتك. بس لازم كل اسبوع تعملي لي سكراب، هارد سكراب وريجلر سكراب اللي هو اللي بيبقى ناعم قوي دوت، مش محتاجه يعني، اللي هو هبوريه لكم في فيديو تاني ازاي نعمل تنظيف للبشره كويس. بس كده. بالنسبه بقى للشفايف، ده تتباع البتاعه دي في 99 سنت، بتجيبيها بتعملي نفس الحكايه، بتحطي الفود كولر في الفازلين وبتقلبيها، وبتيجي تاخدي حته منها. ده فازلين وده بتاع اكل يعني مش مضر للبشره. انا بقالي بالظبط دلوقتي من ساعه ما شفت التمثيليه وعرفت ازاي بتتعمل، وانا متابعاه يعني بستخدمه، يعني بقالي اكتر من شهرين بستخدم، ما حصليش اي رياكشن على وشي، وانا وشي جلدي حساس جدا من اقل حاجه بيحسس، ف ما حصليش اي حاجه منه، فيعني حاجه كويسه. مرطب للشفايف كمان، بيديها لون وردي فظيع. وبنعمل نفس اللي عامله، والمفروض الشفايف كمان ليها سكراب بتتعمل برضو لما تحس انها مشققه او فيها قشور او اي حاجه، بتعمل لها سكراب برضو بنفس الموضوع. بحط نقطه كده من الزيت دوت عليها، هوريكم. هو لو اتساب على البق اكتر هيقعد وقت اكتر وهيفضل وقت اقعد، بس انا عشان ما بحبهوش لونه بيبقى محمر قوي، فعشان كده بمسحه على طول. ده الفيديو النهاردة. في حاجة كمان عايزة اوريها لكم، البوستر ده فظيع لما تيجي تحطي ميك اب الصبحية، بينور الوش. هوريكم ازاي انا، عشان العلبه قربت تخلص، بجيبه من تي جي ماكس، دايما موجود ب 599. بصي تحس ان انت حاطه زي البتاع انا ما عنديش الفرشه بتاعته فوق، نسيتها، بس اوكي هعملها لكم بمناديل. بصي بيدي لمعه في الوش، يعني انت ممكن بعد ما تحطي اللوشن بتاعك تحطي ده بس، وتروحي على شغلك، تروحي الماركت، تقعدي في البيت، تبقي مش محتاجة حاجة خالص. ما
بس كده. هنشيل دي بقى عشان بس الشكل يبقى واضح. هتلاقي بصي الوش كمان لما بتنامي وتقومي الوش بيكون منور عن كده وبيكون احسن من كده بكتير، لان بيكون تشرب الحاجات دي تشربت في الوش وهديت عن كده. I hope ان الفيديو ده يعجبكم ويكون حاجة مفيدة ليكم، وياريت اللي جربه يبعت لي ويوريني يعمل سيلفي، يبعت لي عملها ازاي وشكله كان عامل ازاي، ايه الرياكشن، ايه اللي استفادوا منه، وربنا معاكم ومعانا. يلا اشوفكم في خير في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو اللي على البيج، وتضيفوا اصحابكم على الجروب، والفيديو والقناة بتاعت اليوتيوب برضو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان خاطر ان هي تجيلكوا اي حاجة جديدة، اي فيديو جديد انا هنزله. ارجو ان انتوا تكونوا انبسطتوا وان الفيديو ده يكون حاجة مفيدة ليكوا ويعجبكم. شكرا ليكم.